السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبنا الكرام في الدرس الرابع من دروس تعليم قص وخياطة الجلابية السعودي أو الجلابية الرجالي. الدرس الأول اتعلمنا ازاي ناخد المقاسات، الدرس الثاني اتعلمنا نعمل لكم شرح كروكي كده على الورق، الدرس الثالث رسمنا بطرون الصدر والظهر اللي قدام حضراتكم ده، الدرس الرابع إن شاء الله بقى هنتعلم ازاي نطلع قصات الجنب بتاعتنا وازاي نحسبها صح. عندي ترومبة الكم 24 سنتي، عندي الأشتيك بتاع الأجناب أو الأشهاتيك بتاع الأجناب ده من 16 لـ18 سنتي بيبقى على حسب الطول، تمام. الخطوات بتاعتنا بناخدها واحدة واحدة كده، باخد علامة هنا كده أنا عملت ترومبة الكم وعملت الأشتيك، يبقى كده الطول بتاع الجنب بتاعي كده هو ده الصافي اللي قدامكم ده. باخد بقى قطعة القماش اللي هي رقم 2، وطبعا احنا عرفتكم ازاي ترقموا 3 متر 1 و2 و3 بنفس الطريقة كده، وبنقيس على الطول بتاعنا اللي احنا حددناه بتاع الصدر كده طول الأجناب، وبناخد علامة كده على آخر الطول بتاعنا بتاع الأجناب كده. خلصت الصدر ده بقى هركنه كده وهشتغل في قصة الأجناب بتاعتي. العلامة بتاعت اللي انا علمتها دي هقص كده، وكل المسألة الجلابية يا جماعة عبارة عن مسألة حسابية، يعني 3 متر دول مسألة حسابية. الحتة دي هطلعها اعملها سيالة، دي كده هطلعها سيالة، تمام. سيالة في حالة اما تكون، وغالبا بتكون كده على طول، بتكون اكتر من 40 سنتي او 40 سنتي، او قلت شوية ما ينفعش، يعني لو بقت 35 ما ينفعش اعملها سيالة، فلازم تمشوا كل حاجة خطوة بخطوة يعني معانا كده، علشان زي ما قلت لحضراتكم الجلابية بتاعتنا مسألة حسابية زي ما هنشوف كده دلوقتي. احنا عندنا دوران الصدر بتاعنا 54 سنتي، وعندنا السفرة بتاعتنا 44 سنتي، يبقى انا محتاج 10 سنتي، هزود 2 سنتي واتنين سنتي، تمام، او هزود 4 سنتي، يبقى كده 14 سنتي. عند الوسع بتاع الجلابية من تحت هعمله من هنا كام؟ هعمله 20 سنتي، 20 او 22، تمام. طب انت عملت 20 ليه او 22 ليه؟ انا عندي الوسع بتاع الصدر والظهر من تحت عملته 54، ال 54 دي وليكن ال 4 سنتي دول خياطات، تمام، هعمل 20 كمان هتديني 40 سنتي، تمام، علشان ال 20 دي يعني هتزيد هتتضاعف هتبقى 2، تمام كده. هنلاقي عندنا ال 40 وال 50، تمام، هنلاقيهم 90 سنتي. هقفل الجلابية بتاعتي، هنلاقي وسع الجلابية بتاعنا هيصفى معانا كده 88 او 85 لو انتوا عايزين لحد 90 سنتي، تمام. وتتحكموا في وسع الجلابية يا جماعة وانتوا شغالين، لو عايزين تضيقوا الجلابية شوية تخلوها 85 مفيش مشكلة، 80 برضو مفيش مشكلة، 90 مفيش مشكلة. عايزين توسعوا وسع الجلابية من تحت اكتر من 90 بتزودوا كمان ال 20 دي تخلوها لحد 25، تزيد معاكم الوسع زي ما انتوا عايزين. القطعة اللي طلعت معانا دي هنستغلها، هنعملها اشاتيك للاجناب، او تعملوها لياقة، او تعملوها بشليك او باندا، كل الكلام ده يعني احنا مش هنهدر اي حاجة من 3 متر القماش بتوعنا. طيب احنا كده حددنا العرض بتاعنا بتاع الصدر، وحددنا الوسع بتاع الديل، خلصنا فردة جنب واحدة دي كده رقم 2 في القماشة، تمام. هنجي بقى على رقم 3 في القماشة بتاعتنا. زي ما قلت لحضراتكم اللي مش واخد باله من الحتة دي يرجع الفيديو اللي قبل ده، احنا مرقمين 3 متر 1 2 3، تمام كده. انا هفرد براحتي كده واحط الجنب اللي انا حددت المقاسات بتاعت الطول والعرض عليه، وهقص على طول مباشرة. بس شوفوا طريقة القص بتاعتنا عاملة ازاي، وعندنا طريقة القص الاجناب بتاع يعني ديت يا جماعة ليها كذا طريقة. دي طريقة هنقصها بيها، تمام، دي هنفتحها من النص، وفي طريقة اجناب مقفولة، وفي جلابية بتبقى تانية خالص، بتبقى خياطة جنب واحدة خالص، بتبقى قصة مختلفة خالص عندي.
كل القصات بتاعة الجلاليب إن شاء الله هنوريها لكم، وبكل سهولة وكل بساطة إن شاء الله. بس طبعا اللي يتابع الشرح كده لايك للفيديو جميل، ويتابع الفيديو للنهاية ما يفوتش فيه أي حاجة. كده أنا حددت الطول. بصوا بقى هنا أنا بعمل إيه، شفتوا ال7 سنتي، باخد عليهم 7 سنتي كمان زيهم بالظبط. ممكن اقيسهم بالمزورة وممكن اعمل زي ما انا بعمل كده، احنا بنستسهل وبنعمل كده. دول 7 سنتي زي 7 سنتي، النقطة بحطها على نقطة، برجع لورا كده واحط النقطة بتاعتي على النقطة التانية بتاعتي بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي النقطة على النقطة، هقسم المسافة دي 2، تمام، هقسمها 2 وامسك بايدي بقى، اشوف الطريقة دي زي ما انتم شايفين كده، واقوم جاي شايل مرة واحدة بنفس الطريقة. لازم يبقى عندكم ثقة في نفسكم كده وانتوا شغالين، وتريحوا الدنيا كده والدنيا هتبقى معاكم تمام، ما تخافوش وانتوا شغالين. لازم دي تبقى مظبوطة على دي، ودي مظبوطة على دي، ودي مظبوطة على دي، تمام. وفي نفس الوقت ما يكونش فيه اي كلكعة داخلية او القماش يكون مكشكش داخلي كده ولا حاجة. الشق بقى بنشقه بنفس الطريقة دي. الطريقة دي جميلة جدا، واحنا عندنا في مصر بنشتغل بها كتير جدا، علشان دي بتوفر معانا في القماش وبتدينا وسع في الجلابية زي ما احنا عايزين، وسع في ديل الجلابية زي ما احنا عايزين. بشيل بنفس الطريقة كده، بفصل الجزء بتاع الديل واحط الجزء العالي على الجزء العالي بنفس الطريقة، ما يعني ما تغيروش الطريقة، هي دي الطريقة. وامسك القماشة كده وافردها بنفس الطريقة الجميلة دي. هلاقي عندي جنب طولي، عندي جنب عرضي كده وجنب طولي كده، يعني جنب عدل وجنب مايل. الجنب المايل ده هيركب في الصدر والظهر، والجنب العدل هيبقى في الجنب اللي فيه السيالة، تمام كده. وخلي بالي بقى من الوش والظهر، اعلم كده الوش والظهر، بشيل طبقتين واعلم الوش والظهر كده. انا خلصت قصة الاجناب بتاعتي وعملتها بطريقة صحيحة، والمقاس بتاعي مظبوط 100%. هاجي بقى للاشاتيك بتاعت الاجناب، واشاتيك دي مهمه جدا برضو. الابطال اللي متابعينا لحد دلوقتي، انا ما بطولش الفيديوهات يا جماعه، بنمشي درس درس وبخلي الفيديو يبقى سهل ودمه خفيف. قطعه القماش دي اللي احنا طلعناها من ابال القماشه رقم 2 اللي احنا عملنا منها فرده جنب واحده. طبعا ده الاشاتيك بتبقى 4 حتت او 4 قطع. بقيس طول الاشتيك بتاعي، هعمله 18 سنتي. ادي طول الاشتيك كده، حددنا طول الاشتيك. هنقص بقيلي العرض بتاع الاشتيك. هنا انا مش هحدد ولا هقيس ولا اي حاجة، حاجات بسيطة هعملها واطلع الاشتيك بكل سهولة. احنا عندنا قلنا العرض بتاع القصة بتاعت الصدر اللي هناك طلعناه 7 سنتي، يبقى انا عرض الوسع بتاع الصدر بتاعي هحتاج 7 سنتي، تمام. اول حاجة هعملها انا هرجع 2 سنتي لورا من هنا علشان الاشتيك بتاعي يطلع بميل يا جماعة لفوق كده. طيب الميل ده احنا بنعمله ليه؟ علشان الزبون كده او الرجل اللي لابس الجلابية يرفع دراعه وينزل دراعه، الجنب بتاع الجلابية ما يطلعش ويترفع مع رفعة الذراع، يكون في راحة كده، اللي يترفع تلاقي الدراع بس والجنب ثابت زي ما هو، تمام. كل دي فنيات واحدة واحدة. ادي علامة صغيرة كده علشان تبقى الدنيا واضحة معايا. عايز اشوف العرض بقى، العرض بتاعنا احنا محددين هناك 7 سنتي، هنعمل 7 سنتي وهنشد خط طول كده. ما ينفعش اقيس من هنا 7 سنتي برضو، علشان هتلاقوا فيه هتزيد معانا، احنا مزودين 2 سنتي فوق. هشد خط مستقيم كده بالطريقة دي، يبقى انا كده حددت العرض بتاع الاشتيك بتاعي. دي اسمها اشتيك او اشاتيك الاجناب يا جماعة، دي المسميات هتتعبوا شوية اما تحفظوها، معلش عذرا. هنا بقى بنعمل تركية صغيرة كده في المنطقة دي علشان تريح معانا في لبس الجلابية. الناس اللي لها بطن الجلابية ما تشلحش كده من قدام او ترجع لورا، الكلام ده كله دي هتظبط معانا ظبطة محترمة جدا. وكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة، وانتظرونا ان شاء الله في الدرس القادم، هتلاقوا معانا يعني شرح مميز جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.